هذا يمكن أهم هاتف بتصنعه شركة فيفو، يمكن أكثر هاتف بحلم فعلياً إني أحصل عليه، يمكن ما أقدرش أحصل عليه. خليني أحكي لكم عن أفضل هاتف ممكن يكون في 20 حتى 23. السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار، برحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز. أهلاً وسهلاً بالجميع. حكيت في فيديوهات سابقة عن تسريبات الفيفو إكس 90 العائلة ككل، ولكن ركزت عن الفيفو إكس 90 برو بلس وتسريباته. هذا الجهاز حكيت عنه كل إشي إيجابي بصراحة، كل إشي حلو ممكن تتمناه في جهاز موجود في هذا الجهاز، فكانت تسريبات. وهسه فعليا الشركة أطلقت هذه العائلة. هذا الفيديو ما راح أخصصه للإكس 90 أو الإكس 90 برو، حيكون بس للبرو بلس. طبعا هاي مش مراجعة الجهاز، فقط أعلنوا عنه، فهذا انطباع العام عن الإعلان. هل ممكن يوصلنا؟ على الأغلب هو موجه للصين، يمكن صعب يوصلنا، ولكن إذا صار ووصل حيكون بصراحة إشي خرافي. ممكن يوصلنا نسخة البرو، ممكن جدا للإمارات، الله أعلم. على كل حال بدي أعطيكم انطباعي عن اللي سمعته عن هذا الجهاز البرو بلس. اسمع وركز يا صديقي، هاتف عن جد خرافي. أول معلومة، في المؤتمر ركزت الشركة إنه هذا الجهاز وأعطته اسمه The King of the One Inch Sensor. إيش يعني؟ تسمعنا احنا عن الأجهزة اللي حملت الواحد إنش حساس للكاميرا، أجهزة كثيرة بديش أذكرها، ولكن هذا الجهاز الشركة تدعي إنه حيكون أفضل من حمل هذا الحساس. ليش؟ عندنا نفس الهاردوير عند كل الشركات، ولكن فيفو هون بدها تعطينا تجربة سوفتوير مختلفة أفضل، تعطيك تجربة أفضل. ومن التجارب السابقة مع سوفتوير فيفو بالتليفونات وبالكاميرات عندهم قدرات. هذا الحساس اللي هو الـ IMX989 من سوني أثبت فعليا جدارته وأثبت قدراته مع مثلا الشاومي اللي هو الـ 12S ألترا، فعلا حساس يعني يعتمد عليه. أول تحسين عملوه مع هذا التليفون العدسات. هتقول لي شو يعني عدسات؟ طبقات العدسات، عدد العدسات اللي موجودة فوق الحساس. انت بتفكر انها عدسة واحدة؟ لا، هي طبقات، صح. فكل ما زادت كل ما كان افضل، بس مش هون الفكرة. يمكن ما بتعرفوا هاي الشغلة، بس كثير من التليفونات بيستخدموا عدسات بتكون بلاستيك، فلذلك في رقم او وحدة قياس لقدرات هاي العدسات. هاي الوحدة اسمها ABI number. كلما كان هذا الرقم عالي كل ما كانت جودة العدسة عالية فالتصوير أفضل. ليش؟ كل ما كانت نوع الزجاج اللي بنستخدمه ممتاز وكواليتي عالية بيأخذ ضوء أكثر فبيدخل لك على الحساس ضوء أحسن. البلاستيك أو العدسات البلاستيك الآبي نمبر تبعها تقريبا 30. الآبي نمبر لهذا الجهاز الفيفو للعدسات اللي على هذا الفيفو 81.6، فتخيل تخيل معي. وفتحة العدسة نوعا ما أكبر من المنافسين، يعني F1.75%، وهذا برضو أفضل. كل ما زادت فتحة العدسة كل ما دخل ضوء أكثر. والكاميرا نفسها 50 ميجا بكسل، ويعني في فرق كبير ما بين الحساسات السابقة على أجهزة الفيفو إكس 80 و 80 برو ومع هذا الجهاز. فعليا أنا متحمس كثير. بس لسه ما خلص كاميرات، عنده حساس تيليفوتو بيعمل زوم 64 ميجا بكسل، البعد البؤري للعدسة 90 ملم، يعني فعليا بعد بؤري بعيد ممكن يعمل لك زوم كثير كويس، ورح تعطيك 3.5x اوبتيكال زوم، يعني زوم حقيقي بدون اي اشي ديجيتال او سوفتوير، وهذا رقم ممتاز. وطبعا ممكن يوصل الزوم ل 100x مع الديجيتال زوم. بهمني انا اشوف ال 10x زوم اللي هو بيجي ما بين اوبتيكال وديجيتال. هاي ال 10x إذا بنأخذها بجودة ممتازة هذا بكون إشي رائع، لأنه بعد هيك بصراحة ما راح تستخدم. أنا بقول لك ما راح تستخدم. وفي كمان عنا عدسة خاصة 50 ميجا بكسل وبعدها البؤري 50 ملم. إذا بتعرفوا عدسات ال 50 ملم اللي عنده كاميرات واشترى عمره عدسة 50 ملم، مناسبة جدا لمين؟ للبورتري. طبعا أفضل عدسة للبورتري هي 85 ملم، ولكن حاليا على هذا الجهاز 50 ملم. على كل حال يعني عدسة متخصصة بس لتصوير البورتري. كل ما زاد التخصص بالتليفون كل ما أخذ تجربة غير. ففي عنا فعليا 3 كاميرات بصراحة لحد اللحظة هاي ممتازات. بدك تضيف شغلة مهمة، الثلاث عدسات أو الثلاث كاميرات هاي عندهم Optical Image Stabilization، عندهم تثبيت حقيقي على الثلاث عدسات، والله بصراحة إشي كثير خرافي. آخر كاميرا عنا 48 ميجا بكسل، هي الألترا وايد، كاميرا عريضة بتصور بزاوية 114 درجة.
أتمنى تكون جودتها عالية. ولسه في حساس TOF اللي هو Time of Flight، هذا الحساس راح يساعد في العزل، فتجربة البورتري حتكون برضو ممتازة، وجوده يعني بيساعد الكاميرا وبيساعدك انك تأخذ صور كثير حلوة. بالنسبة للفيديو راح يقدر يصور لك أعلى إشي عنده 8K 30 فريم لكل ثانية. ومش بس هيك، عنده مود انه يصور فيديو رو، يعني فيديو خام بقدرة 14 بت، يعني راح يقدر يصور ألوان كثير كبير، بحيث لما بتاخده خام وتروح تعدله راح يعطيك كل الألوان اللي انت بتطلبها. الناس اللي بيعملوا تعديل بفهموا ايش يعني رو وايش يعني 14 بت. للتصوير هذا اشي كثير كويس. الصور اللي انتشرت من تصوير هذا الجهاز، واذا افترضنا انه الشركة صورتها بالجهاز بدون ما تعدل تعديل خارجي مثلا فوتوشوب او لايت روم، بصراحة صور خرافية، صور جميلة جدا، وانتم بتشوفوا طبعا بعض الصور. اذا قدرنا نصور بالتليفون هيك بصراحة الوضع كثير رهيب، واتمنى انه هذا مش متلاعب بالصور. ما بنقدر نعرف الا اذا انت جبت الجهاز وجربته. اتمنى اني اقدر احصل هاي الفرصة. بس برضو التليفون يا اخوان مش بس كاميرا، احنا لحد الان بس حكينا على الكاميرا. انتوا شفتوا الجهاز، شفتوا صور الجهاز، واحد من افخم الاجهزة، فخامة بالتصميم موجودة، الحركات اللي بدك اياها لتصميم جميل كله موجود، الالوان موجود. صراحة جهاز حتى من ناحية التصميم انا شايف انه جاب تصميم بينافس اي جهاز موجود بالفخامة. وانا جربت اجهزة فيفو، الاجهزة فعليا فخمة، فاذا طلع شكله هيك، اذا على الصورة كثير فخم، اعتقد انه حيكون من افخم الاجهزة، على الواقع حيكون لسه افخم. بدك تضيف انه عليه معالج سناب دراجون 8 للجيل الثاني، عليه حجرة للتبريد كبير كثير كثير، بحيث تحاول تبرد هذا المعالج واللي هو مفروض يتعامل مع الحرارة بطريقة صح، فعندك حجرة تبريد كثير كبيرة. وبيدعم اخر نوع من الرام الـ LPDDR5X، وبيدعم الـ UFS اللي هو 4.0، كل اشي بيخطر على بالك موجود. بدك تضيف بالنسبة للتصوير، نسيت احكي انهم ضايفين معالج جديد او شريحة جديدة بس خاصة بمعالجة الصور، النسخة الثانية من الـ V1 صار اسمها V2. الشاشة، شاشة فخمة، شاشة منحنية الأطراف، شاشة مبنية من بانل سامسونج E6، من أفضل البانلز اللي بتعملها سامسونج، أعتقد نفس الشاشة الموجودة على سامسونج S22 Ultra، 6.78% إنش AMOLED 2K LTPO 4، وبتدعم 10 بت ألوان و120 هرتز. يعني بصراحة ما فيش حكي. يمكن آخر إشي البطارية 4700 ملي أمبير مع شحن سريع 80 واط. حتقولي ليش مش 120؟ مش عارف صراحة، بس 80 واط مش سيء أبدا يا إخوان، وفي 50 واط شحن لاسلكي يعني إضافة، وأعتقد عنده مقاومة غبار وماء الـ IP68. وهذا الجهاز رح يبلش سعره بالصين $910. بصراحة على كل المواصفات هاي أنا ما بهمني بصراحة موضوع السعر حاليا، لأنه كل الأجهزة الفلاجشيب أنتوا عارفين هو غالي، $1000 وطالع، 1100 1200 1300، صح؟ فإذا قدرت تحصل هذا الجهاز $1200 على هيك مواصفات، طبعا لا تشتري، ما بحكي لك اشتري، استنى المراجعات، ولكن المواصفات عن جد جهاز رهيب 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 بكل أسبكت، يعني من كل زاوية أنا شايفه أنه ممتاز جدا من كل زاوية. أتمنى يوصلني هذا الجهاز عشان أعملكم عنه المراجعة الكاملة بإذن الله تعالى. يعطيكم ألف عافية، بشوفكم في فيديو قادم، إلى اللقاء.